وجود ذاكرة يعني وجودنا نحن، فهو معركة ضد الإنكار. بالنسبة لي الأرشيف، أرشيفنا هو عمل سياسي اجتماعي وثقافي، كلها مرتبطة ببعض. إذا فيني أنطلق من جملة لديريدا، فالديمقراطية الحقيقية يمكن قياسها دائما في حرية الوصول إلى الأرشيف. هذا جواب واضح ومباشر على المعنى السياسي وعلى العمل السياسي بالاشتغال على الأرشيف وعلى أرشيف الفن والإبداع بشكل خاص. لسا عم صور، هذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي. وجد نفسه بمكان ما النظام أمام ملايين السوريين الموجودين برا، أمام مئات المبادرات الصلبة، وجد حاله مجبر أن ينشر سردية مضادة. فإذا هو موجود، لكن نحن أيضا موجودين. إنه أرشف بينما تقع الواقعة أمر شاق وصعب جدا، لكن كان أشبه بالحمى فعلا. يعني اتاخذنا فيها، هي حمى التوثيق، هي تشبه كتير لحظة وقوع جريمة وأنت مستعجل لجمع الأدلة قبل أن تمحى كليا كل البراهين. هذا روسيا، 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 روسيا. ترجمة من العربي للإنجليزي وللفرنساوي فيها تحدي كتير كبير. في عنا كاريكاتير مكتوب عليها حماتك ما بتحبك بذكرى مجزرة حما. بالعربي أكيد دغري بينفهم المعنى تبعها، بس بالترجمة كأنه بيروح الجوهر تبع هذا العمل. واحدة من التحديات الشغل على الذاكرة هو اكتشافنا وإدراكنا أنه ما في شيء اسمه ذاكرة واحدة للجميع. ذاكرة واحدة هي ذاكرة إيديولوجية فاشية وعنيفة أو فولكلورية تبع التبولة والكبة والدبكة. وعندما أدركنا هالشيء غيرنا اسمنا من الذاكرة الإبداعية إلى ذاكرة إبداعية. ضمن سردية الثورة هناك سرديات متناقضة، نحن ضمناها، بس كانت تحدي كبير لنا بشغلنا. يا بشار طلع الضوء، ما عاد نخاف من العوم. لحظة التفكير بذاكرة إبداعية كان صديقي معتقل نحات سوري، ما كنت عارفة إنه ممكن يكون منخرط بالثورة. انقتل، وانقتل سريعاً، وأنا كنت خرجت من سوريا بال2012. فكان في لحظة ألم كتير قوي، كان في لحظة إحباط، كان في لحظة شعور بالذنب كتير عالي إنه أنا تركت الناس وطلعت. وإجا السؤال الكبير، شو لازم أعمل وكيف؟ فبدأت لوحدي على الانترنت اتبع شو حفظت بال2011، شو تراكم عندي بذهني، شو سمعت أغاني، شو شفت رسومات. لكن أدركت سريعا أنه لا يمكن لوحدي أقدر أشتغل هذا الشغل، لا يمكن. العنف، النزوح، اللجوء، كل ما مر فيه الإنسان السوري من 2011 وحتى تاريخ اليوم، هناك أعمال تعبر عنه. بكتابنا مثلا قصة إنسان قصة مكان، في رصد لخمسين مكان، سواء مدينة، قرية، حارة، شارع، عاشوا بدايات الثورة. وظل في أعمال إلى تأثير كبير لليوم، مثل أغنية يا حيف اللي بعتبرها أنا أغنية ملحمية. فخ رصاص على الناس العثل يا حيف، أطفال بعمر الورد عدفهم كيف. في فن جديد طلع ما كنا بنعرفه، كله لبس سياسي، كله لبس مطالب الناس، وهذا الشيء المدهش. يعني القصص المصورة كانت موجودة، بس ظاهرة كوميكس لسوريا ظاهرة فريدة من نوعها. فينا نعطي مثل سراقب اللي هي مدينة بمحافظة إدلب، وكذا مدينة كمان بمحافظة إدلب مثل بنش. بهول المناطق برز كتير الجرافيتي، الكتابة على الحيطان والميورلز، ونحنا قدرنا نجمع أكبر عدد ممكن من هالكتابات وهالرسومات وحطيناهم بمشروع واحد اسمه حيطان إدلب. كمان كفرامبل يلي اشتهرت باللافتات تبعه،
يلي بلشوا يكتبون بالعربي وبعدين صاروا يكتبون بغير لغات، حتى في منهم كتبوا بالألماني بالروسي. هلا أطلقنا الويب سايت بحلة جديدة وبيخول حيل لحدا في يفوت عليه دغري يفهم ودغري يقدر يستعمل كل الأوبشنز الموجودين بشكل أهين وأحلى. أنا مالي مذنوب. المصالحة والصفح كمان عملية إلى دعامة سياسية، هي ما بتصير لا بتبويس الدقون ولا بتعبيط ولا بالدبكة على الساحة، يعني بتصير بالفهم وبعدم إنكار الوقائع. أي إنكار الوقائع هو إغال بالظلم وهو مراكمة الظلم. فيكتور إيغو بيقول بسامح شرط أن أفهم. من وين بده يجي الفهم؟ الفهم بده يجي من معرفة. نحن بنعتبر أنه بنينا معرفة وساهمنا بإنتاج هالمعرفة وفتحنا حق المعرفة والوصول الحر لهالمعرفة. وسأظل أدافع عن سوريا العظيمة وليست سوريا بشار الأسد.